أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من السنة المنتهية في 30 من سبتمبر 2023. وأكد غازي الهاجري رئيس مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية أن الإعلان عن ربع آخر من الأداء الجيد والنمو المطرد في الدخل والربحية تحقق بدعم من الدخل الجيد الناتج عن أنشطة الاستثمار العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى مساهمات من الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة، على الرغم من تأثر الأداء في هذه المجالات خلال الربع جراء ارتفاع الفائدة. من جانبه أكد هشام الرئيس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية، أكد أن الربع الثالث من عام 2023 شهد تحقيق المجموعة لمزيد من التقدم على كافة أصعدة الأعمال، حيث تم العمل على زيادة قيمة الاستثمارات ومواصلة العمل على جذب فرص استثمارية جديدة بما يتماشى مع استراتيجيات المجموعة والتركيز على القطاعات المنخفضة المخاطر مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والتعليم والخدمات اللوجستية للأغذية. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وافق مصرف البحرين المركزي على تسجيل صندوق أزيموت للذهب كأحد الصناديق الاستثمارية التي يمكن لعملاء مباشر كابيتال البحرين الاستثمار فيها بالجنيه المصري. يأتي هذا القرار في إطار سعي شركة مباشر كابيتال إلى توفير المزيد من الخيارات الاستثمارية المتنوعة لعملائها حول العالم وتعزيز قدراتهم على إدارة المخاطر. ويستثمر صندوق أزيموت للذهب في الذهب، وهو أحد الأصول الاستثمارية الآمنة التي يمكن أن تساعد في حماية استثمارات العملاء من أي تخفيض قادم للجنيه المصري. أعلنت شركة طيران الإمارات تقديم طلبية بقيمة 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة، فيما قدمت فلاي دبي عرضا لاقتناء 30 طائرة عريضة البدن بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، وذلك في اليوم الأول لمعرض دبي للطيران 2023. وأكد رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعد المكتوم أن هذه الطلبية تمثل استثمارا كبيرا يثبت التزام دبي بمستقبل الطيران.
والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.